يلا يا صبايا احترام القوانين. احترام القوانين. لا احترام القوانين يعني الاشياء اللي عمال نكتبها هون الكل بده يحترمها. ممنوع التدخين، ممنوع المشاكل، نحترم بعض. احنا هون زملاء واصدقاء واصحاب، لازم نحترم بعض. احترام إدارة، احترام أساتذة، احترام موظفين، أوكي؟ نعم. ممنوع التليفونات، شكرا كثير. طيب اسمعوني، إيه؟ هي بتحكي ممنوع التليفونات داخل الدرس مش هون. هون مش مهم انتم بتحكوا تليفون. احنا موافقين. أوكي؟ داخل الدرس ممنوع. مين عنده كمان قوانين؟ نعم. احترام المعلمين. احسنت. سمعونا زكفلوا يا جماعه. ليش تغني؟ طيب الكل سمع وشاف القوانين صح؟ لا. هنشوف مشكله الكمبيوتر. طيب صح؟ لا. كمان مره صح؟ فليكر. كل واحد يقول لا على هاي القوانين. ايش مشكلة الكمبيوتر؟ راح يتعاقب. عقابه ما راح يكون هون. راح يكون في جيم معين هون والكل راح يضحك عليه. مش احلى منها. ايش الجيم؟ ايش الجيم؟ طلع من الزعاف. ما شاء الله توكل. مش هالدرجة يعني. معي؟ هاي الورقة راح تلزق على هذا الحيط. وراح يلزقوها صبايا جريئات انتين. مين هم؟ من بدأ صبايا. مين هم؟ تعالي تعالي. طب ما هو ساعة. ما عم تنطلع نقعد شوي. هم ثلاثة. برفع ايدي فوق. هم ثلاثة. عرفنا ما راح نستعمل المايك من يوم وطالع. ما راح نستعمله. ايش راح نستعمل؟ النداء. ايش ندانا؟ ايه؟ نايمين؟ ايه؟ يلا زكفة كبيرة إنك فنة. هلا بإمكانكم تروحوا تشتروا عشان